السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. معكم أنس نبيل أبو عيطة من فلسطين، من مدينة غزة، ممثل مسرح في فريق المركب الفلسطيني للمسرح والفنون، وبشتغل مع صديقي وأخوي وحبيبي مازن شيف في الرباط أقدر. اليوم هنعمل لكم أكثر تقريبا طبق معروف عندنا فلسطين، واللي هو اسمه المقلوبة. والمقلوبة بتنعمل طبعا بالرز وبالدجاج أو باللحم، وبتنعمل بالخضرة تاعتها، كاين الناس بيعملوها بالبتنجان وبالبطاطا وبالزهرة، ولكن الأفضل الكل تقريبا بحبها بتنعمل بالبتنجان. وهي مقلوبة، ليش سموها مقلوبة؟ لأنه بتجيب الطنجرة زي هيك وبتقلبيها زي هيك، فصارت مقلوبة وصارت هي الشهيرة. صار الشباب يتحدوا فيها يعني بعد انهم يعملوا المقلوبة بيش تنقلب. هذا السيت المقلوبة. المكونات ديالها طبعا قلت لك رز ولحم ودجاج، بتنجان وبطاطا وزهرة. عندك العطرية ديالها، ملح وبزار وورقة سيدنا موسى والهيل، وبالدريجة قعقلك. الكنافة النابلسية اللي هي معروفة خصوصا في دولة فلسطين وخصوصا في مدينة نابلس، عشان هيك تسمت نابلسية مقارنة باسم مدينة نابلس. وهذا أكثر حلوى كل الفلسطينيين والعالم كيحمق عليها. مكوناتها طبعا الزبدة بتندهن تحت بالصينية، الشعر والجبنة، وخصوصا إذا كانت جبنة عكاوي، ومن فوق بنحط شو البستاج. يا سلام، بيطلع طعمه أكرك عجم. الكنافة أصلها من دولة فلسطين، والعالم كامل بيعمل الكنافة، ولكن بتضل تقريبا الطريقة نفس الإشي، ولكن بتختلف من واحد لواحد ومن دولة لدولة. وأزكى كنافة موجودة في مدينة نابلس. مطعم مازن شيف يعني الأكلات الشامية والفلسطينية، ويعني الشامية بشكل أكثر بلاد الشام. الحمد لله كان إقبال درجة كبيرة جدا، الحمد لله كان واحد نجاح اللي هو أكثر من رائع. الحمد لله الناس تجينا من جاع المدن المغربية، صاروا يجونا ناس من العيون، ناس من مكناس، من مراكش، من طنجة، على المحل بقيادة طبعا الشيف الكبير مازن، وطريقة الاستعراض بالماكلة وذاك الشيء. الحمد لله. ما تنسوش تابونا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.